يوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. تطبيق أبشر كتمل الإشعارات، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق أبشر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق أبشر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديث قم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم أبشر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.